طلعوا صوتك نعشاز توما انطربنا ودري نورنا يا صديقا لا تروحون يا عاد في شيخة مسعود يعطيكم العافية يعطيكم العافية اخواني طلعوا صوتك كان يوم توما انطربنا ودري نورنا غصبا عنكم في شيخة مسعود راح ترقى سنون حتى لو صوتك نعشاز توما انطربنا ودري نورنا غصبا عنكم على اللي تدهور واخ سلطان اخ سلطان اذا ان جالس تسمعني يبدو ان الوضع في تدهور يبدو من اخي الاصوات انه صارت اخيس اللحظات حاليا والله يعيننا وياكم شكرا على حسن المشاهدة الأول سياف عدنا لكم مجددا مشاهدين الكرام بعد